إذا مستمعينا اليوم في دوازتين اقترح لكم حلوة سهلة بالكوك كتجي بحال واحد النوع ديال الشوكولات اللي كيتباع واللي تيبغيوه الوليدات وغادي نحتاجوه في المقادير باش نحضروه. هذه حلوة سهلة اقتصادية في نفس الوقت وما كطيبش يعني بسهولة ممكن أننا نضيفوها على الحلويات سواء دوازتي ولا أي نوع ديال الحلويات اللي احنا درنا يعني حتى هي في البلاطو كتجي مزيانة وسهلة وخفيفة. غادي نحتاجوه في هذه الحلوة 200 غرام ديال الكوك مطحون 200 غرام ديال الكوك مطحون. من الافضل نختاروا داك الكوك اللي تيكون شويه معلك ماشي داك الناشف, فنختاروا الكوك اللي يكون مزيان من النوع الجيد. قلنا 200 غرام ديال الكوك مطحون, 400 غرام ديال الحليب مركز محلى العادي. غادي نحتاجوا زلافه ديال اللوز, بالنسبه للوز غادي نسلقوه ونشفوه مزيان ونحيدوا ليه القشره ديالو وكنقليوه بطريقه العاديه, يعني اللوز مسلوق ومقلي. هادي باش غادي نعمروا هذيك الحلوه, وفي الغالب يعني بحال هاد الشكل ديال الحلوه تقريبا اللي كنا كنخدموها بالعجينه وكنا كنخشيو فيها لوزه في الوسط ومن بعد كنديروا على شكل كويرات وكنغطسوها في الشكلاط. هذا شكل اخر اللي هي حلوه وسهله فوق ما يكون عندنا شويه ديال الكوك وخفنا لا يسال لينا او لا يخسر لينا مثلا او لا يبدا ما تبقاش في ديك البنه مجهده. راه ممكن ناخذوا غير الحليب مركز محلى وخاصه الا كانوا عندنا بجوج بسهوله ممكن اننا ناخذوا غير اللوز ونديروا هذا الاقتراح. قلنا في المقادير هذه الحلوه بالكوك 200 غرام ديال الكوك يكون من النوع الجيد ويكون مطحون غادي نطحنوه, 400 غرام ديال الحليب مركز محلى, وغادي نحتاجو زلافه ديال اللوز قلنا مسلوق ومقلي, وشويه ديال الكوك غادي نخليوه ما مطحونش غادي نخليوه للتزيين. بالنسبه للطريقه غادي ناخذو هذاك الكوك اللي طحنا داك 200 غرام ديال الكوك اللي هو مطحون غادي نبقاو نضيفوه مع 400 غرام ديال الحليب مركز محلى. ممكن على انكم تجمعوا فقط بالحليب مركز محلى وممكن انكم تضيفوا واحد معلقه ولا جوج معلقات ديال الحليب مركز كراميل حتى هو كيعطي واحد المذاق مع اللوز, فكيبقى الاختيار ديالكم على حسب وكيغير حتى اللون. يعني ناخذوا داك 200 غرام ديال اللوز ديال 200 غرام ديال الكوك غادي نطحنوه مزيان ونديروه في واحد الاناء وغادي نضيفوا ليه 400 غرام ديال الحليب مركز محلى, بحال غنبداو نجمعوا داك الكوك بداك الحليب مركز محلى. وقلت ممكن على اننا نضيفوا معلقه ولا جوج معلقات ديال الحليب مركز كراميل مع هذا الخليط وكنخلطوا حتى كيتجمع لينا هذاك الخليط وكيولي بحال عجينه, يعني كيولي خليط اللي هو سهل اننا نشكلوا منه يعني كرات بسهوله. كيجي يعني العجينه دغيا كتجمع مع داك الكوك مطحون معلك مع الحليب مركز محلى داك البيض العادي حتى هو ملي كنضيفوا على داك الكوك صافي كيزيد يعلكوا بسهوله كنتحصلوا على عجينه. هذيك العجينه غادي ناخذوا منها شويه بحال على شكل كويره اولا كيف كنديروا في الغريبه وغادي نبسطوها في الكف ديال يدينا ونديروا لوزه اللي قلينا وغادي نعاودوا نلبوها على شكل كويرات. غير هو راه ملي غادي نخلطوا الحليب مركز محلى مع الكوك مطحون ملي كيتخلطوا كنحصلوا على عجينه راه ممكن على انه يجينا صعيب اننا نكوروه يبدا يتلصق لينا, فناخذوا شويه ديال الزيت وندهنوا يدينا ونبداو نقرصوا هكا العجينه ونديروها على شكل كويره, ولكن قبل نديروها على الكف ديال يدينا ونديروا لوزه مقليه ونعاودوا نلبوها على شكل كويره وكنبقاو غاديين حتى كنكملوا. ملي كنديروهم على شكل كويرات وكلهم كنعمروهم باللوز مقلي عاد ديك الساعه كندوزوا هاد الكويرات كندوزوهم في هذاك شويه ديال الكوك قلنا اللي خلينا من غير هذيك 200 غرام اللي طحنا قبل ما ناخذوا كميه ديال مثلا 200 غرام ديال الكوك. واحد زليفه صغيره ولا طبسيل صغير نديروا فيه شويه ديال الكوك اخر اللي هو ما غنطحنوه ما والو وغادي ندوزو فيه دوك الكويرات في الكوك ومن بعد كنديرهم في الكويختات ديال الحلوه. ممكن على انكم بما انه الحلوه كتجي كلها بيضه ومغلفه بهذاك الكوك بيض ممكن ديروا كويختات ديال الحلوه بلون مختلف اما ازرق ولا خضر اولا نحاسي اولا يعني شوكولاتي باش كنغيروا باش ما كيجيناش البيض في البيض. وممكن على انكم يعني تديروا بهذه الطريقه فهو كتجي حلوه سهله يعني ما كطيبش. نخلطوا غير داك الكوك مطحون مع الحليب مركز محلى وعندنا ميزان حتى يتجمع لينا نحصلوا على عجينه. هذيك العجينه ناخذوها ندهنوا يدينا بشويه ديال الزيت ونبقاو نهزوا العجينه ونديروا كويره على الكف ديال يدينا نبسطوها وندخلوا فيها لوزه. ممكن ما بغيتوش بندق محمر حبات ديال البندق محمر النوازيت ولا ممكن ديروا كاجو هكا محمر حتى هو كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. غير هو اللوز كيجي لذيذ وكيجي سهل. ممكن انكم ديروا لوزه وديروا واحد جوج ولا ثلاثه الحبات ديال الزبيب معاهم في الوسط كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. وكنسدوهم يعني كنلولبوهم على شكل كويرات وكندوزوهم في الكوك
ومباشره كنديروهم في كويختات ديال الحلوه اللوينات اللي بغينا. وبالنسبه لهاد الحلوه راه ممكن انكم تزيدوا تفنوا فيها كيف ما قلت، ممكن ديروا الحليب مركز محلى كراميل مع هذاك الحليب مركز المحلى الابيض، ممكن انكم تضيفوا هذاك اللي كيتباع بالعبار اللي كيعطي اللون والنكهه سواء ديال الكراميل او الشوكولات، يعني داك الروح ديال النسمه اللي كيعطي النسمه. ممكن انكم ديروهم على شكل كويرات وديروا فيهم الكوك، واللي كاين دابا الكوك اللي كيجي ملون ان شاء الله في حلقات مقبله نعطيو الطريقه ديال الكوك ملون هكا، غادي يجيو مزيانين هكا في البلاطو مع حلويات اخرين. هذه حلوه سهله وبارده واقتصاديه، نتمنى انه هاد الاقتراح يعجبكم وتطبقوه بالصحه والراحه.